يسعد صباحكم. على طول دائما بنحاول نختار المواضيع اللي تغني الذائقة البصرية وايضا الاجتماعية لنا قبل للمشاهدين. مو شرط كل شيء بنطرحه بفقرات صباح الخير على قناة سما ننزل فورا بعد ما تنتهي الحلقة نطبقه او نروح نشتري من الاسواق. بعرف الوضع الاقتصادي كثير صعب علينا قبل ما يكون عليكم، ولكن دائما هذا ليس مانع انه نعزز خليني اقول الابداع البصري والذوق الرفيع يلي هو اصلا موجود عند كل السوريين. فمنطلع على ترندات الموضه العالميه، على وعسى يكون عندنا قطعه او قطعتين نقدر نشتريهم او نرجع نطلعهم من خزانتنا ونطبقهم على شيء جديد. فكلنا من فتره للثانيه بنحاول نغير الاطلاله ونعدل تنسيقات ثيابنا حسب موضه كل فصل. وحده من هالقطع يلي ما بنقدر نستغني عنها هي الملابس الجلديه، سواء كانت بنطلون او حتى قمصان، وخاصة بمواسم الخريف والشتاء، لأنه تعتبر قطعة أساسية ومهمة بخزانة كل حدا فينا. تماما يا ورد، اليوم بدنا ننكش شو في عنا بالخزانة. يلا اجبق على السوق ما في نزلة، بدنا ننكش الموجود بالخزانة. يعني الجديد بموضوع تنسيق الثياب الجلد أنه صرنا عم نشوف القمصان الجلد بنص كم. يا ترى ممكن نشوف كمان حتى بفصل الصيف ناس لابسين جلد؟ لحتى نعرف أكثر عن موضوع تنسيق بنطلونات الجلد والقمصان مع غيرهم من الألبسة والموضة الجديدة لسنة 2024، صارت معنا ضيفتنا بالاستوديو الستايلست ومصممة الأزياء نور رجب. صباح الخير نور. صباح النور. أهلا وسهلا. بونجور يا نور. أهلا وسهلا فيكي. يعني الجلد هو ما بيبطل، بحسه موجود دائما بكل بيزك. المواسم بيزك ماست هاف. طيب خبرينا بال 2024 كيف تغيرت موضة الجلد ولا لساتها نفسها؟ هلا اكيد هي بتتغير. هلا مثل كل سنه يعني بيكون الجلد صار له كل الوقت، نحن بنعرف انه جاكيت الجلد هي اساسي عندنا، بس كيف بقى بصير عم يتطور هذا الموضوع؟ تغيير اللون والقالب. يعني من قبل كان كثير ترند جاكيت الموتورسايكل، الموتورات القصيره اللي فيها كثير سحاحيب. تماما. تمام. هلا لا، عم تكون درجه جاكيت الاوسع الاطول اللي بسموها انه مايله على الفنتج اكثر، يعني بتكون ضخمه الجاكيت، ما بقى كثير فت ضيقه على الجسم يعني. فهلا هي مثلا بالنسبه لقالب الجاكيت الجلد اللي تغير. بالنسبه للالوان، فالالوان صارت اكثر، يعني احنا متعودين نشوف الجلد بني اسود عسلي، اذا كثير هلا صار لا الوان احمر، البرغندي، الزيتي، تماما زيتي، البيج، الاوف وايت، ازرق، حتى كل الالوان عم نشوف فيها الجلد. صح. فهذا الشيء اللي تغير اساسا، بس هو مثلا كيف عندنا القميص الابيض هو اساسي او الجوخ، مثلا جاكيت الجوخ، لا كمان جاكيت الجلد بتضلها كل سنه. او خليني اقول القماش الجلد هو موجود عندنا كل سنه. أوكي. تمام. طيب الكثير من الاشخاص عندهم هذا جاكيت الجلد يلي بخزانتهم ملحوش هيك، ما بمانن عارفين انه كيف ممكن ينسقوه مع ثياب ثانيه، او كثير من الصبايا حتى وقت درجه موضه البنطلون الجلد او حتى الفزول الجلد هن اشتروا، بس تصفن هيك انه ايه طيب مع شو رح نسقه انا؟ شو الثياب يلي ممكن البسهم معه؟ فكيف بدنا نحكي لهم عن هذا الموضوع؟ هلا اكيد الجلد لما بده يلبسه البنت او الشاب فهو فيه جرأه، لانه القماشه قاسيه. فهلا بالنسبه للليجينز، هلا صار موضوع الضيق صار كمان موجود البناطلين الجلد لو سيع. صحيح. فعم يتنسق مع ستايلات كثيره، بدايه مع قمصان، ممكن يكون قميص كلاسيك انه عادي، او ممكن يكون اذا ليجينز مثلا صبيه محجبه ما بدها انه يكون كثير مكسم. تمام. مكسم على الجسم، فعم يلبس مع هودي، عم يلبس مع قميص طويل، فعم يلبس بكذا طريقه. اما بالنسبه للجاكيت فنحن كمان فينا نلبسها بستايلين وثلاثه واربعه. يعني عندي جاكيت جلد انا من 5 سنين كل سنه بلبسها بطريقه مختلفه. يعني ما جددتها ابدا صراحه. طبيعيه. لانه هلا ولي بدنا طرد بنك. اذا لنجيب جاكيت عادي، اذا لنجيب جاكيت عادي صار البعض بده قرض بنك لينزل يجيب. وموضوع يعني مليونين وثلاث ملايين عم شوف اسعار يعني. صح. كبليزر، فكيف اذا جاكيت جلد طبيعي؟ هلا جلد طبيعي قليل يكون بالسوق. صح. اكيد طبعا. بس موجود. هلا هو موجود بس كثير قليل وغالي، فلهيك العالم عم تتجه على الاوتفيتس من يعني المستعملين اللي هي كيميائيه صناعيه. تماما. في منظمات حقوق الحيوان
عم تقول انه بس بقى نقتل الحيوانات. صح طبعا، كل فاشن شو لديزاينرز يعني برات اكيد يعني باوروبا او بامريكا فبيطلع متظاهرين انه على الفرو وعلى الجلد وكل هدول الاشياء. صح، فما في داعي يعني انه نحن نقتل الحيوانات، اصلا اوفر للجيبه، اوفر للجيبه. طبعاً طيب طبعاً. نروح للاخطاء المرتكبه بارتداء القطع الجلديه، ان كان بنطلون ان كان قميص ان كان جاكيت وايضا ان كان اكسسوارات جلديه. تمام، شو الاخطاء؟ هلا الاخطاء ما بتكون هي بالقطعه، الاخطاء بالقديش القطعه هي بتجي على ادنى، بغض النظر هي جلد ولا جوخ ولا كرو، شو ما كانت القماشه شو ما كانت القطعه، فهي الخطا بكيف انا مثلا لما بدي البس بنطلون جلد فبدي يكون مناسق جسمي، لانه مثلا البنت اللي عندها ديفو مثلا او خليني اقول انه شوي معباية أكثر فما بدها تلبس كثير ضيق يبين انه ما حلو تضاريس. تماما. بالنسبه كمان للقميص، هلا الجلد بيعطي مساء يعني هو اساسا فوليوم. فوليوم، فاذا كان كتاف عراض بدها تحاول تدقق على الخصر كرمال تنحف شوي شكل الجسم، فهي التفاصيل هي بس قد ايه هو القماش الجلد او قد ايه القطعه جايه صح على قياس جسمنا. تمام، في يعني هذا الموضوع عن جد هو كثير مهم، بتلاقي بنطلون كثير حلو بتوصي على الانترنت عليه هيك بس مو شرط هو انه يلبق صح. على اي جسم فلازم ما كثير بفضل هاي الانترنت، انا ما غلطت معي كذا مره يعني لتقيسي القطعه لحتى تشوفيها طويله لصبيه قصيره عندها ديفويات بجسمها او لا، فبتختلف من صبيه للثانيه. خلينا شوي نرجع نحكي عن الفكره اللي كنت عم بحكيها بالمقدمه انه عم نشوف الجلد نصكم، حتى شفنا بالفوتومونتاج الجامب سوت اللي هو جلد بس نصكم، عن جد معقول نشوف بالصيفيه عالم لابسه ممكن حتى يكون انه رقيق يعني هلا، بس هلا عنا هون انا ما بظن انه بالشارع عنا، لانه عنا ما بقى في ربيع خريف، هلا هو عم يلبس ربيع خريف. تمام، نحن فجاه بتيجي الصيف ما بقى بنقدر نحن نلبس، والله مثل ما شتينا فجاه شتينا. تماما، فلهيك كثير صعب انه نشوفه الا اذا ملمسه وكان هيك في نسمه بارده وحدا حابب يعمل ستايل ويطلع فممكن، بس هلا هو مو ترند ترند، بس لا برجع بقول لك نحن اوقات ما نشوف ستايلات بتلاقي بالشارع باوروبا انه لابسه نسكن بس لابسه مع جزمه، فعندهم هن ممكن لانه الطقس بس عندهم دائما صيفي فوق جاكيت الجوخ يعني هذا الموجود دائما ما بيشبه طقسنا. تمام، ما بيشبه طقسنا، فنحن صعب نشوفه انه بس هو انه مو ترند، لا هو ترند اكيد بس انه كطقس مناخ صعب نشوفه. تمام، بس حيضل معنا ربيع خريف ممكن يعني. والله على الريد كاربت او الفايوليت كاربت مثل ما صرنا نشوف بالسعوديه او حتى نشوف بفرنسا او بكل مكان، تماما بدبي حتى عم شوف فساتين جلد. صح، كمان فساتين جلد لبسوهم فنانات ومغنيات. طيب صح نلاقي صبيه او حتى شاب لابس جلد من فوق لتحت من فوق لتحت ولو نفس اللون او حتى مع تدرجات الوان مختلفه؟ هلا هو ما له غلط، بس كثير يعني انا بفضل هلا حاليا باخر فتره انا عم اشتغل فيها ما كثير حدد انه كل واحد انه شو صح وشو غلط، عرفت؟ بالنهايه الستايل هو انت بيعبر عنك عن شخصيتك انت قد ايه مرتاح، فهون الصح والغلط برجع بقول لك قد ايه طلع جسمي صح وقدام عزز ثقتي بحالي. بالنهاية أنا لما عم بطلع ألبس ستايل فأنا لأني أنا بحبه بالنهاية. هلأ ما بفضل أنه بس نلحق الترند لأنه نحن خلص عم نلحق يعني مثلا الترند. بوتين جلد، بنطلون جلد كمان مع قميص جلد وجاكيت جلد عم يلمع من فوق لتحت. هلا هون بقى حسب كمان الاوكيجن يعني حسب المناسبه كمان، اذا عرفت اذا وحدا جريء برجع تماما، اذا فوتو سيشن اوكي لا لا. بس طبعا. حلو ينكسر يعني، هلا هو الجلد جماله انه هو لانه قاسيه القطعه او خليني اقول قويه، حلو ينكسر بهاينك أبة عالية قميص، يعني أنا بفضله بهالطريقة أكثر. أكثر شيء عم يطلع مهضومين معهم. نورنا نتشكر كثير على وجودك معنا لليوم. ميرسي لكم ونتمنى لك أكيد كل التوفيق. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك.